انا ضد ضد الحقره، ضد الظلم، ضد هادي. انا باغا الحق في هاد الناس يتعاود التحقيق ويشوفوا المغتصب الحقيقي اللي هو ام ولد هاد مرات الاب. ولدها انا كنقولها وكنعاودها، ولد مرات الاب هو المغتصب. فين خبعات ولدها؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا أخوكم يعود إليكم من جديد. قبل ما غادي نبدأ هذا الفيديو ديالنا إخواني المشاهدين اللي أول مرة يشوف القناة ديالنا، معلي غير يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل ما هو جديد. غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنا إخواني المشاهدين، نتمنى كاملين تدخلوا عندي اللي حتى شي حاجة مرحبا بكم. القناة ديال الاحتياطية هنا كذلك، نتمنى كاملين تدخلوا إخواني أخواتي الكرام. أما في تفاصيل هذه الحلقة، هذه الحلقة إخواني المشاهدين وهذه الأخبار الحصرية اللي غادي يقلبوا الموازين على ديك طفلة إخواني المشاهدين اللي سميتها إيمان اللي كتقتل في مدينة فاس. يعني هاد الحقائق اللي غادي تشوفوهم معايا وهاد يعني كما نقولوا هاد الفيديو اللي غادي تشوفوه معايا غادي يقلب الموازين كاملة، عقباها على رأسها إخواني المشاهدين. مع العلم غادي تخرج واحد كما نقولوا جمعاويه لواحد السيده اللي غادي تقلب الموازين ديال هاد الاخر هادي. لان انا بغيت نبقى نهضر على هاد الموضوع على هاد الملف، لان اخواني المشاهدين عندنا اطفال، نتوما عندكم اطفال، يعني ما غاديش تبغيو شي واحد يغتصبهم ولا زنا المحارم. ولكن لنتفاجأ الحقائق الصادمه انها اخواني اخواتي الكرام راه ماشي قالت لك ماشي عمها اللي اغتصبها وماشي ذاك ولد جيرانها اللي كتقول هي اللي اغتصبها، انه الدعم ديال الحبس باطلا. وقالت لك ماشي جدتها اللي عذبتها، قال لك ان السيده مضغوطه عليها الطفله اللي سميتها ايمان. يعني هذه الحقائق خطيره اخواني المشاهدين، ان اخواني اخواتي الكرام ان الطفله مضغوطه عليها، مضغوطه لواحد الدرجه ما كتصورش. يعني قالت لك وكان هاد الجمعاويه اللي غادي تسمعوها معايا هنا في الفيديو، يعني قالت لك اخواني المشاهدين وكان يسيباريوهم، يعني يجيبوها ويعطوها شويه الحنان، ويعني كما نقولوا يوصيوها ان يعني كما نقولوا بهذا المفهوم هذا، يعني كما نقولوا يهضروا معاها ويغيب شويه بشويه غادي تقرر لهم بكل شيء. لان هاد الحقائق خطير اللي قال لك انها مرت باها هي اللي مدبره لهاد الشيء كامل، وقال لك اللي اغتصب الطفله ديال هاد اللي سميتها اخواني المشاهدين ايمان اللي هو ولد مرت باها. قالت لك عندها زوج نتاع الاولاد، واحد في الحبس واحد هربات. اخواني المشاهدين راه واحد الحقائق خطيره، وجاني واحد اتصال البارح، اقسم بالله العلي العظيم اخواني المشاهدين جاني واحد اتصال البارح ويعني وقالوا لي بان خويا احنا بغينا يعني نخرجوا هذا الشيء اللي في قلبنا وبغينا ما نديوش على رقبتنا واحد الناس اللي عيطوا لي مدينه تطوان. وما غاديش نذكرهم شكون هما، ما غاديش نذكر الاسماء ديالهم، لان قال لك ما تذكرش الاسماء ديالنا. والا ان شاء الله كيسمعوا فيا في هذا الفيديو الا بغاو يطلعوا معايا في شي لايف، مرحبا بهم طلعوا اللايف باش يوضحوا للناس الامر، لان هذا الشيء خطير اخواني المشاهدين. مع العلم قال لك ان مرت باها كانت تسكن في تطوان، مرت باها اخواني المشاهدين قال لك انها كانت تسكن في تطوان. ومع العلم قال لك هاد الجمعاويه وحتى هاد الناس قال لك بانهم حاشاكم بهذا المفهوم، هذه كانت يعني كانت دير ديك الدار كانت طلع فيها الدعاره بحال القواده حاشاكم اخواني المشاهدين. والناس انها قالت لك هاد الناس اللي يعني عرفوها انها هي كانت ساكنه في تطوان، من فرشوها تحولت لفاس. يعني بزاف حقائق خطيره اخواني المشاهدين. ونطالب من النيابه العامه من الشرطه اخواني من القضاء المغربي ان يفتح تحقيق مع هاد الام هذه اللي هي مرت باها، يدير تحقيق، لان هاد الشيء خطير اخواني المشاهدين. مع العلم ان هاد الطفله انها كتقول لك سموا لها الام ديالها، وكتقول لك انها هبلوها وبلعوا عليها في واحد الدار، بلعوا عليها في واحد البيت حتى حماقت. مع العلم ان هاد الاتهامات الخطيره اللي كتهم هاد الطفله كتقول لك ان عمها، وكتقول لك ان اخواني المشاهدين داك الجار ديالها هما اللي اغتصبوها، وقالت لك انهم كانوا يمارسوا معها بخي الزويا. وفي الاول كانت تقول لك انها العم ديالها هو اللي ثلاث شحال جوج مرات هو يدير فيها ما سالهاش الدم، حتى كما نقولوا حتى دار لها بخي الزويا. واللي نتفاجئ ان هاد الجمعويه قالت لك جاوها تهديدات وجاتها واحد الاتصال قالت لك من المانيا على واحد الانسانه من الجمعويه هي اتصلت بها قالت لها بعدي عليك هذا الملف. جاوها تهديدات اخواني المشاهدين، وصرحت بها التصريحات هادو اللي غادي تشوفوهم معايا في هذا الفيديو هذا، وهذا الشيء خطير. وجاني حتى انا اتصال
قالوا لي بان هذيك المراه ديال باها هي المدبره ديال هذا الشيء هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. اخواني المشاهدين وهذا الشيء خطير والنيابه العامه خصها دير تحقيق في هذا الشيء هذا. وهذو اتهامات خطيره وهذا الشيء خطير اقسم بالله العلي العظيم. اخواني المشاهدين غادي نشوفوا الفيديو جميع اللي غادي تصدموا فيه. صار انايا كنت عايشه مع ماما خديجه مزيان، هي كانت حامله باختي وكانت بسببها هذاك عائلتي هي باش حماقت. لا كانت قالت لها انا داكشي عشوب، انا داكشي عشوب باش تسهل عليك الولده. عطاتهم لها من بعد هي هذيك راه هي فقدت الذاكره، قصه طويله بزاف. المهم نعاود لكم باختصار، من بعد ما حماقت مسكينه جابوها وحطوها في هذاك السفلي وكيطرقوا ليها ما كيهضروا معاها حتى شي حاجه. المهم هي هذيك بقات عايشه مع لالا، وعمي لالا كتخرج وعماماتي كيخرجوا وانا كنبقى مع عمي. المفهوم لالا ها زعما هي الجده ديالها. اخواني المشاهدين قالت لك اودي هاد لالا هي اللي عطاتها واحد العشوب لهاد الام ديالها، عطاتها لواحد العشوب يعني قالت لها باش يسهلوا عليك الولاده، ودوك العشوب يعني مسحر ولا مانيش عارف، هبلوها حمقوها مدخلوها كيما نقولوا لواحد البيت وخلاوها هكا. ولكن راه مين غادي تشوفوا هاد الجمعويه راه قلبت كاع الروايه، لان قال لك انها راه مقرينه مرت باها مقريه هاد الشيء هادي وتحت الضغط وخايفه. يعني كان الشرطه والقضاء المغربي يجبدوا هذه الطفله هذه يعني وعطوها الحانون وكذا غادي تقر لهم بكل شيء، لان هذه جمعويه حقوقيه اللي قالت هذا الشيء. اخواني المشاهدين حنا ما غاديش نجيو ونجبدوا فمنا، وانا جاني اتصال كذلك من ناس من تطوان قال لك انها يعرفوها وكيحلفوا ويصحفوا ناس كبار انهم بهذيك الانسانه قالوا لك انها خطيره وهي اللي كانت دايره هذا الشيء كامل ديال الابنه. يعني كما نقول قالت لك انها الولد ديالها الابن ديالها هو اللي اغتصب هذا الطفل، يعني ما كان لا عمها لا جدها ولا والدها شي حاجه. سمعوا اخواني هذا الشيء خطير. عمي دائما الكركاجي كيمارس عليا وانا مكنتش كنقدر نهضر، واحد النهار تيهو شدني سيف عليا، كانت ماما في السلي شدني سيف عليا اغتصب لي. المهم كان في الاول ما كيسيل ليش الدم، ديك النوبه هو اللي سيل لي الدم، هو تسمعتني ماما بديت كتقول وطلقوا ليا من بنتي، تلقوا لي بنتي كتحرقوها لي. المهم هي هذيك بطني عندها بقيت هكاك، قالها راه غير تفلقات جات هي قلت صافي دازت. جات لالا لقاتني هكا قلت لها لالا شنو وقع لي شنو وقع لي، جات ماما كتقول لها هكا جات زاد لها الكراطه ضرباتها به طلعتني الفوق بدات كتقرصني بهذاك اللقاط، داك اللقاط اللي كيجيرو به ما عرفت. المهم لقاط وصافي بدات كتقرصني به وانايا ما قدرتش نهضر، وهي ما حسبتنيش بحال شي وحده من بنتها ولا حسات بيا ملي قلت لها هذاك الشيء. كان عليا تحس بيا واخا ما تعاقبوش هي تقول لي بنتي ولا شي حاجه. بابا تزوج بواحد المراه عشنا معاها بقينا هكاك وحنيت قلت لها باها اللي تزوج هاد المراه، هي اللي تزوج هاد المراه ديال كيما نقولوا هاد المرت باها. اخواني المشاهدين ولكن باه هاد باها مغلوب على امره، قال لك هو ما بغاش السخط ديال الوالدين، ما كتدخلش للعقل هادشي، لان هذاك السيد مغلوب على الامر ديالو كيما غادي تسمعوا من هاد الجمعويه. الاب دياله ديال هاد الانسانه مغلوب على امره، مانيش عارف واش داير الاخوان المشاهدين، ما يقدرش يهضر. ولكن تشوف بنتك قال لك الناس تموت على ولادها ولا على بلادها. قلت شنو وقع لي شنو وقع لي، جاتني داتني هضرت، جات لالا قلت لها شوفي دخلي سقرا سقرا الدري كان صغير، الدري كانت صغيره وجمعنا وطوينا هادشي. واحد النهار تويا كريت السفلي واحد الناس راه كلشي كاين في الفيديو. المهم داك الولد شدني سيف عليا ودخلني، عاود نقول له حاولي على الباب وانا كنت مهرسه، عاود نقول له حاولي على الباب جا وشدني ودخلني، قال لي حاولي على الباب شدني ودخلني مارشد. يعني هذا الشيء فيه الغموض ما فهمناش، واش عطاتها شي حاجه واش طمعتها بشي حاجه واش هدتها مع العلم ان الجمعوي من قال مشات قالت لها راه كيما قلتيليش بانكم راهم كانوا عايشين معكم زوج ولاد. قالت لك اخواني المشاهدين مين سمعت ان هاد السيده هاد الجمعويه قالت لها بانها راه عندك جوج ولاد وعايشين معك في الدار، قال لك اقسم بالله العلي العظيم الا صفارت وكلقات الارض تدخل فيها مع العلم. قالت لها وهذا الولد هذا الولد ديالها قال لك غبراتو، الولد التالي ديالها قال لك ما عرفين غبراتو ما عرفين خباتو. اخواني المشاهدين وهذا الشيء خطير، من راى منكرا فليغيره. باش ما اخواني المشاهدين حنا لان هاد الاطفال راهم بحال خواتاتنا بحال بناتنا، هذا الشيء راه خطير بزاف. وماني من جاني اتصال من عند ناس انه يعرفوها كانت ساكنه في تطوان قالت لك. واخواني المشاهدين
وزيد وزيد كان يعني بزاف ديال الامور اللي خطيره. يعني جاني اتصال وقال لي بان السيده كانت ساكنه في تطوان، كما هاد الجمعوي قالت انها كانت عندها واحد الدار يعني كانت تدخل فيها بحال هذاك الشيء ديال الدعاره. وزيد وزيد اخواني اخواتي الكرام، يعني النيابه العامة والشرطه انها خصها تفتح تحقيق مع هاد السيده هذه. هي ماشي اللي شتم. عفوا، ونزيد نكمل لكم اخواني المشاهدين، باينه الدريه مانيش عارف واش عاطينها شي حاجه، واش مضغوط عليها، واش مخايفينها، يعني واش مدرق عليها باش ما تصيفطش الولد ديالها الاخر للحبس، الله اعلم. يعني كما نقولوا قالت لك ان هذوك الاخرين كلشي مظلومين، قالت لك هذاك السيد مشى عام ديال الحبس باطل، وعمها قالت لك مظلوم، الجده ديالها قالت لك مظلومه، مع العلم حتى السيده هذه مرت باها كتقول لك انها مانيش عارف ما عنديش حتى علاقه، قالت لك كتقول لك بان حتى الجده ديالها ملي كنمشيو عندها كتقول لك بان مظلومه، عمها كيقول مظلوم. ان القضيه فيها ان اخواني المشاهدين، هذا الشيء خطير. يعني من بعد ما دار لي هذيك الاجازه راه ما قدرتش انني ندافع على راسي، هو كبر مني وانايا راني مهرسه من يدي ودايره لها الحديد. حاولتي تغوتي ديري تقاومي؟ غوت ولكني قاومت ولكن ما قدرتش، يعني هو كبر مني. هادشي العمر قلتيه لباك؟ العمر قلتيه لا، ديال عمي ما قلتها لا لبابا لا حتى شي واحد، قلتها لهاد المراه هادي ملي جيت عندها. ولكن بالنسبه للجار ديك الساعات شي صوني على المراه هي باش جات ما ولقاتني هكاك، داوني سبيطار ديك الساعات جي عندي البوليس قلت لهم ديال عمي وديال كل شيء. المهم ان اليوم الصباح شفت واحد الفيديو. سمعوا الجمعويه، هذه هي الجمعويه اخواني اخواتي الكرام اللي غادي تفجر واحد الحقائق صادمه في هذه القضيه هذه. الله يجازيك بالخير اختي الا راكي كتسمعي فيا، انا احنا مساندينك، وفجري هذا الملف هذا وخرجي للقضاء وخرجي للراي العام وفضحي هاد الناس الفاسدين اللي راهم كيديروا بحال هاد الشيء هذا باش تكون عبره للناس. هاد الشيء خاطر، قالت لك انها جاوها تهديدات وقالت لك وريدت هاد الملف، مع العلم كانت هي متبنيه هاد الملف. اللي ضرني في خاطري ديال ديك الطفله اللي مغتصبه من فاس اللي قالت لك اغتصبها عمها ولد الجيران ديالهم، انا كنت مبنيه داك الملف ديال ديك الطفله، ولكن هزيت يدي من الملف لان شفت شي حوايج ضروني وتهديدات، تهددت من مرات با حتى هي تهددت من الطرف ديالها، جد انا هزيت يدي بعد. دابا انت انا كنت تلاقيتهم في المحكمه الاداريه في القضاء اسره في السفلي ديالها، كنت تلاقيت هاد البنيته المغتصبه ومرات باها، سلمت على البنت ما هضرتش معايا، هزات لي غير راسها، ومرات باها تتهضر معايا وقلت لها فاش جيت درت لك واحد الفيديو في الدار ما ذكرتيليش بان عايشين معاك جوج الاولاد، واحد راه دخل الحبس وواحد راه ما كاينش في عمر الله فين مخبع. المراه تخلعت تقفزت بحال تقرصت ومشات بحالها ولا ترجعت عندي للقاعه. المهم بقات عليا نتوما الجمعويين نتوما فعلتوا ما ترك، غادي ندير لك غادي نفعل لك، واه الا لا ديري لي وتفعل لي. المهم في العشيه جاني تليفون من عند شي منسقه من المانيا عطاتها نمرتي. شي منسقه من المانيا عطاتها النمره ديال هاد السيده هادي وعيطت لها قالت لها بعدي من الملف. يعني مين جبدت لها الولاد ديالها؟ يعني حتى هذيك مرات باها كتقول لك انها عندها شي جمعيه ديال حقوق الانسان ولا مانيش عارف. قالت نفس الهضره، هزي يدك على الملف، هزي انا شفت هذا الملف فيه المشاكل، هزيت يدي، ولكن باش شفت هذا الفيديو اليوم اللي كتقول لك عمها اغتصبها وولد الجيران اغتصبها، بقى فيا الحال قلت نخرج بهذا التصريح ندلي بالناس باش الناس يعرفوا الحقيقه. داك ولد الجيران ماشي هو اللي اغتصبها، وعمها ماشي هو اللي اغتصبها، اللي اغتصبها ولد مرات باها اللي مهربها مامو. انا جاتني هذا المعلم. سمعوا اخواني المشاهدين، حقائق صادمه وحصريه وخطيره. قالت لك شكون اللي اغتصب هذيك الطفله؟ الولد ديال مرات باها. سبحان الله، يعني راه ما قتل الروح ما عنده فين يروح، وزيد عليها اخواني المشاهدين اللي دار شي حاجه ربي كيفضحوا امام الملا. كانت صدفه شي ناس كيعرفوا مات البنت مسكينه عندها واحد الخطا طبي بالخروق واحد الحاله يرثى لها، تيعرفوا ديك الناس جاو عندي قصدوني باش المعاونه لديك الام. الام ديالها الحقيقيه ديال هاد ايمان هبلوها كتمشى بليكوش، خربقوا لها العقل، خربقوا لها حياتها. شوفوا فين وصلت بهم الجرأه. الخروق اللي المحسنين اللي يجيبوا لها الخروق، من يمكن تنهضروا كنلقاها هي مات البنت المغتصبه. واحد الناس مساكن مقطعين كاع، واحد الام بحال الحاله فاش عايشه وباها مسكين هي على قد الحال اللي جالسه معاه وسمحوا فيها هكاك ومكرفصه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. العم راه بحال الاب،
وجدارة بحال اكثر من الام. لا لا ما تنظنش انا جداتها ولا عمها غيدير فيها داك الشيء، ولا حتى ولد الجيران، ولا هاد الجيران كانوا كيشوفوا المنكر عندها مرات باها في الدار طالعه، كانوا كيشوفوا الناس كيطلعوا لعندهم الشقه الثالثه ملي هضروا دارت باش ما بغاوش يخرجوا لها. يعني كانت تقول لك حاشاكم بحال القواده، كانت تقول لك انهم راها كانوا يدخلوا عندها في الشقه الثالثه الناس، وكانوا يدخلوا عندها الاخر، قالت لك باش يعني دارت لهم هاك باش يخرجوا من الدار اخواني المشاهدين، باش ما يبقاوش اخواني اخواتي الكرام دايرين لها القوق في البرقوق بهذا المفهوم هذا. نظرت لهم هذا الفيلم، هادشي اللي كاين. اما الولد مسكين ما يمشى ديك السنه حبس هكاك سجنان غير ظلمان ظلمان، ولد هاد مرات الاب ولدها فين دارت ولدها فين كاين، وهو اللي صاحب هاد الفعله اللي هرباتو. اختها صباحت راه كان جالس عايش مع امه في الدار ومع عنده هو. قالت لك البنت ديال الولد ديالها كان عايش معها في الدار، قالت لك هو اللي مول الفعله كتقولها بكل جرأه لان راه عندها بروفات. وخو اخر دخل الحبس وهو بقى في الدار واخته صغيره وهاد هاد المغتصبه هو اللي عايش معاهم في الدار ما عايش معاهم. وعندها ولدها اخر في الحبس. ما حتى شي حد، البنت مقريه مزيان، مقريه مرات باها مزيان، لو كان يشدوها ما عادش شي حد هكا يهدنها وغادي تقول لهم الحقيقه. البنت مقريه لان ملي كتهضر كتبقى تشوف مرات باها، هي اللي كتعطي راه مقريه من قبل وراتها شنو تقول لان عندها الفصاحه في الهضره بحال حافظه الدرس. البنت الصغيره كان عندها عيد ميلاد وقالت لكم خرجها هاد الشيء جيب لها الحلوه، قطعت الشانطي ضربتها طوموبيل كلاتها في الراس نزيف في الراس ديالها، دوزت شي سيمانه ولا هكاك وقال لك الدود ما الدود كيخرج لها كاع من راسها، مورا بشويه مسكينه ماتت. سمعوها وهي الام ديالها على هاد البنت اللي ماتت اللي عندها خطا طبي على هاد البنيته مسكينه. العائله ديال ما ناس طيبين، ناس ودراويش وناس ضعاف على قد الحال بحيث ما كيلقاوش حتى باش يشريو للام يشريو لها ليكوش ولا الدواء. انا عيطوا لي على حساب المحسنين، تعرفت بان هي مت المغتصبه. انا ضد الحقره، ضد الظلم، ضد هادي، انا باغا نحق في هاد الناس يتعاود التحقيق ويشوفوا المغتصب الحقيقي اللي هو ام ولد هاد مرات الاب. ولدها انا كنقولها وكنعاودها، ولد مرات الاب هو المغتصب، فين خبعات ولدها؟ ولد الاب قالت لك ولد يعني ولدها اللي هي مرات باه قالت لك كتقولها وكتعاودها هو اللي اغتصب اخواني اخواتي الكرام، هو اللي اغتصب هاد الطفله اللي سميتها ايمان، مع العلم اخواني اخواتي الكرام انها كتقول لكم مضغوط عليها، نطالب بالنيابه العامه والشرطه والقضاء المغربي النازي يعاودوا يفتحوا تحقيق في هاد الناس هاد، لان حتى انا ضد الحقره وحتى انا ضد كما نقولوا هاد اللي كيغتصبوا الاطفال. اي واحد راه يكون ضد هاد الشيء هذا، لان عندكم وليدات داتكم عندنا وليداتنا يعني كاع كنخافوا عليهم كما تدين وتدان. غادي يجي واحد النهار يعني بنادم غير وكان بنادم بقى يسكت بحال هذا الشيء راه صافي كلشي غادي يبقاو يدفنوه، كلشي يبقى اللي يدير شي غلطه يدفن. مع العلم كتقول لك انه ولادها كانوا ساكنين معها في الدار، واحد مشى للحبس واحد راه تما يعني قالت لك هو مول الفعله هو اللي دار هذاك الشيء. مع العلم انا من جاني اتصال البارح من مدينه تطوان اخواني المشاهدين بلا ما نذكروا الاسماء والناس شكون هما، انهم انا فعفعوني قال لك ان السيده نعرفوها وهي المجري هي اللي كان دايرها التدابير لهذا الشيء وهي اللي مولات هذا الشيء، وجاو نفس الهضره اللي قالوها اللي قالتها هاد الجمعويه قالوها لانها قالت لك انه كانت حاشاكم دير القواده وزيد يعني بزاف ديال الصوالح اخواني المشاهدين، انها قالت لك انها كانت ساكنه في تطوان، من تطوان تحولت لمدينه فاس اخواني المشاهدين. قالت لك مين سمعت هذا الكلام هذا ومين غادي تسمعوا اخواني المشاهدين، من سمعت الكلام ديال الجمعويه تبدلت وصفارت، لان غادي يظهر ان شاء الله الحق ويزهق الباطل. اخواني المشاهدين ما طولش عليكم الفيديو وغادي نبقاو نهضروا في هذا الموضوع حتى يبان الحق ان شاء الله، وغادي نزيد ندرس في هذا الموضوع، غادي نزيد نتصل بالجمعويين وغادي نزيد نتصل بالاخر باش نعرفوا الحقيقه الكامله ديال البنت هذا، لان هذيك البنت راه بحال بنتنا حنا، بنتي بغينا نساعدوك باش تخرجي من هذا الشيء، ان السيده راه انتحرت وباغي تقتل راسها. حسبنا الله ونعم، تحياتي لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، ما تنساوش تبارطاجيو وديروا لي فيديو اخواني المشاهدين، ديروا اشتراك في القناه باش يوصلكم جديد الى فيديو قادم ان شاء الله.